أعزائي المشاهدين، برحب بكم أجمل ترحيب في اسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. وبصلي من كل قلبي إلى المسيح الحي إنه يلمس قلبك وحياتك اليوم، ويكون يوم تاريخي، يوم رجوع إلى حياتك. تعرفوا أحبائي، عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء. كل كلمة منسمعها راح يكون في محاسبة عليها. لهذا السبب أحبائي مهم جدا كيف تستثمر في حياتك، وكيف حياتك تكون مرضية لله. في مشكلة اليوم أحبائي، هي مشكلة التساهل، مشكلة التهادن، مشكلة المسايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي. من ناحية أحبائي منشوف العالم عم بيرفض يسوع المسيح، لكن من ناحية أخرى منشوف أعداد كبيرة عم بتيجي ليسوع المسيح. منشوف مثلا في الغرب، بالبلدان الغربية، سواء في أوروبا، في أمريكا، كندا، أستراليا، مش عم نشوف النهضات أو الانتعاشات اللي المفروض نشوفها من ناحية كتابية، لكن من ناحية أخرى في دول الشرق الأوسط، ولا سيما في الدول المغلقة، دول مش مسيحية، عم نشوف أعداد كبيرة عم ترجع ليسوع المسيح. أعداد يعني بحسب البلد، في إيران، في الجزائر، في مصر ودول الخليج والشرق الأوسط، بالعراق، سوريا. بتعرفوا مرات منشوف الحرب والدمار، لكن من ناحية تانية منشوف يد الله عم تعمل بقوة. وبالحقيقة عم نشوف مئات الآلاف من غير المسيحيين عم بيجوا ليسوع المسيح.